السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم معنا المحاضرة الثانية من كورس هانسل إنتاج 2 الخاص بطرق الرفع الصناعي وهي طرق الارتفيشال ليفت. واليوم معنا المحاضرة الثانية بعنوان الالكتريكال سبميرسيبل بومب وباقي أنواع الارتفيشال ليفت بشيء من التفصيل. نبدأ الآن على بركة الله. تعتبر هذه المضخة وهي مضخة الالكتريكال سبميرسيبل بومب من المضخات الاقتصادية وذات الإنتاجية العالية والأكثر استعمالا في العالم بصفة عامة، وهي تتكون من مضخة غاطسة أسفل البئر، بمعنى تحتوي على مضخة يتم إنزالها إلى أسفل البئر ويتم إنزالها في السائل المراد إنتاجه، بالإضافة لأنها تحتوي على مولدات كهربائية على السطح ويتم توصيل أجهزة السطح مع أسفل البئر بواسطة سلك كهربائي يعرف بـ الإلكتريكال كيبل. ناتي الآن إلى المميزات. أولا، سعة إنتاجية عالية مع المقدرة على الإنتاج والأعماق كبيرة، وهذه هي تعتبر أحد المميزات الرئيسية لطريقة الإلكتريكال سبميرسيبل بومب، وذلك لأنها يمكن استعمالها في أعماق كبيرة تصل إلى 15,000 فيت فما فوق، بالإضافة إلى معدلات إنتاج ضخمة. وثانيا، لا تحتاج إلى معدات كبيرة على السطح، وذلك لأنها تحتاج إلى بعض المعدات فقط، وذلك من أجل تنظيم مرور التيار الكهربائي من السطح إلى أسفل البئر، وخصوصا إلى المحرك الكهربائي الخاص إلى المضخة. وثالثا، مقاومة عالية للبيئة المسببة للتآكل، بما في ذلك البيئة التي تحتوي على الغازات المسببة للتآكل مثل الـ H2S والـ CO2، بالإضافة لأنه يمكن استعماله في الآبار العمودية والآبار الموجهة عن طريق الدجلكس، وهي أحد المعدات المستعملة وذلك لتوجيه المضخة في الآبار الديفيتد وهي الآبار الموجهة. وخامسا، يمكن استعماله في الآبار التي تتراوح قطر تغليفها وهو الـ Inside Diameter of the Casing يصل إلى 4.5 إنش أو أكثر، بمعنى أنها تحتوي على مدى واسع من الكيسنج التي يمكن إنزال المضخات بداخلها. نأتي الآن إلى العيوب. طبعا تعتبر طريقة الارتفيشال ليفت من أوسع طرق انتشارا في العالم، وبالنسبة للعيوب الخاص بها فيوجد شيئان فقط يحدان من استعمالها. الشيء الأول هو وجود كميات كبيرة من الرمال، وذلك لأن الرمال تؤدي إلى عملية الويرينج وهي عملية التعرية الناتجة من احتكاك الرمال بالأجزاء الصلبة الخاصة بالمضخة. والثانية هي وجود الغاز، وخصوصا كمية كبيرة من الغاز، وذلك لأنه سوف يؤثر على الانضغاطية الخاصة بالمراوح. نأتي الآن إلى طريقة الجاز ليفت. تعتبر طريقة الجاز ليفت من الطرق الواسعة الاستعمال بشكل كبير، وخصوصا في المناطق المائية المعروفة أيضا بالأوفشور درينج ريكس. طبعا هذه الطريقة يتم فيها ضخ غاز في الفراغ وهو الأنولر المحصور ما بين الكاسينج والتيوبينج، ويدخل هذا الغاز إلى داخل التيوبينج بواسطة صمامات خاصة، وذلك من أجل تقليل وزن عمود السائل داخل التيوبينج للمساعدة في تقليل الـ BWF وبالتالي ترتفع الموائع إلى السطح. حيث أن طريقة الجاز ليفت تعتمد على تخفيض الضغط الهيدروستاتيكي الخاص بوزن عمود السوائل المنتجة، وذلك عن طريق تقليل الكثافة الخاصة بهذا السائل عن طريق تخليطه بالغاز، وبالتالي سوف نساعد قيمة الـ BWF على رفع السوائل إلى السطح. نأتي الآن لمميزات الجاز ليفت. أولا، درجة عالية من المرونة في تغير ظروف الرفع، حسب كمية الغاز التي يتم ضخها نستطيع الحصول على معدل الإنتاج المطلوب. ثانيا، يمكن استعمال الكابلات لرفع وإنزال معدات الجاز ليفت ولا نحتاج إلى رفعات كبيرة، لهذا يفضل استعمال الجاز ليفت في البيئة البحرية بدرجة كبيرة. وثالثا، الآبار التي تنتج الرمال لا تشكل مشكلة على طريقة الجاز ليفت، وذلك لأننا نقوم برفع السوائل بواسطة الغاز، وبالتالي لا يوجد أي أجزاء متحركة لتدخل الرمال بها وتسبب عملية التعرية. ورابعا، تحتاج المعدات أقل على السطح، وذلك لأننا نحتاج إلى وحدتين فقط، وحدة للضخ ووحدة للديهايدريشن، لهذا نحتاج لمعدات قليلة. وخامسا، العديد من الآبار يمكن ربطها بضغط واحد، مما يجعل هذه الطريقة اقتصادية، وذلك عن طريق ربط عدة آبار بمنظومة واحدة من أجل الإنتاج من جميع الآبار في الوقت نفسه. نأتي الآن إلى عيوب هذه الطريقة. أولا، نحتاج إلى ضغط عالي جدا، وكما نعرف بأنه كل ما زاد الضغط كل ما زادت التكلفة وكل ما زادت مخاطر التشغيل، وذلك لأن المعدات التي تعتمد على نظام الضغط العالي تعتبر خطيرة من ناحية التشغيل وخصوصا في حالة صمامات الضغط. ثانيا، كفاءة مخفضة في معدلات الإنتاج المخفضة، بمعنى أن بالنسبة لطريقة الجاز ليفت فإن للحصول على قيمات اقتصادية من ناحية الإنتاج فيجب أن تكون قيمة الإنتاج عالية، ولكن عندما تكون قيمة الإنتاج مخفضة فإن الإنتاج قد لا يستطيع الصعود إلى السطح. وثالثا، فرق الضغط الذي يمكن توليده في هذه الطريقة محدود، وبالتالي
فإن العمق الذي يمكن إنتاج السوائل منه يعتبر محدود، وذلك نتيجة لحدودية فرق الضغط التي يمكن الحصول عليها. ورابعا، نحتاج إلى تغليف مثبت جيدا، بمعنى أنه عندما تكون البيئة المحيطة بالكيسنج غير متماسكة فلا يمكن استعمال هذه الطريقة، وذلك لأنه سوف يؤدي إلى انهيار الفورميشن بالكامل، وذلك لأن طريقة الجاز ليفت تعتمد على استعمال ضغوط عالية جدا. وخامسا، يتأثر بالمواقع اللزجة والإيمالشنز، وذلك لأن طريقة الجاز ليفت لها مدى محدود من تخفيض قيمة سبيسفيك جرافيتي الخاصة بعمود سائل الإنتاج، وعندما تكون اللزوجة عالية جدا فلا يمكن لطريقة الجاز ليفت أن تكون ذات كفاءة عالية. وسادسا، يجب أخذ احتياطات السلامة عند التعامل مع الضغوط العالية، وذلك كما أشرنا سابقا. نأتي الآن إلى طريقة البلانجر ليفت. طبعا تعتبر هذه الطريقة من الطرق النادرة الاستعمال في هذه الأيام، وهي أحد الطرق التابعة لطريقة الجاز ليفت، ولكنها تستعمل في الآبار ذات نسبة الجاز أويل ريشيو العالية جدا، حيث تعتمد على استعمال سدادة وهي بلاك تتحرك للأعلى والأسفل، وذلك لتقليل كمية السائل الموجودة في الأسفل. وهذه السدادة لديها ممر يفتح عندها تصعد إلى الأعلى وتغلق عندما تهبط إلى الأسفل، بمعنى أنها تقوم بعملية الرفع والإنزال، مما يساعدها في رفع السوائل للسطح. والاستعمال الرئيسي لهذه الطريقة هو في الآبار ذات الجاز ليكويد ريشيو العالية، وذلك للعمل فقط بالغاز ناتج من التكوين. نأتي الآن إلى مميزات هذه الطريقة. يمكن تغيير المعدات بدون إزالة التيوبينج، مما يجعلها سهلة الاستعمال، بالإضافة إلى أنها منخفضة التكاليف، وذلك لأنها لا تحتاج إلى معدات كثيرة، وأيضا لا يوجد أجزاء متحركة، بالإضافة إلى أنه يمكن استعمالها في الآبار المائلة وهي ديفيتد ويلز. نأتي الآن إلى عيوب هذه الطريقة. النظام لا يمكن استعماله لاستخراج كل الإنتاج الموجود، وذلك لأنها محدودة من ناحية كمية الهيدروكربون التي يمكن استخراجها، بالإضافة إلى أنها تستعمل فقط في الآبار ذات الإنتاجية المنخفضة، وتحتاج دائما إلى مراقبة، وذلك لأن البلانجر وهي السدادة التي يتم استعمالها قد تحدث بها العديد من المشاكل. وأخيرا، يوجد العديد من المشاكل بسبب انسداد البلاك. نأتي الآن إلى ملخص لاستعمال طرق الارتفيشال ليفت في كل حالة من الحالات السابقة الإشارة إليها. أولا، نأتي للحالة المثالية لاستعمال الجاز ليفت. طبعا يفضل استعمال الجاز ليفت في الحالات التالية: أولا، الآبار البحرية عالية التكلفة من ناحية الورك أوفر. ثانيا، الآبار التي تنتج رمال. ثالثا، معدل الإنتاج العالي. رابعا، إنتاجية البئر العالية. بمعنى هذه الظروف الأربعة الرئيسية التي تتماشى بشكل مثالي مع طريقة الجاز ليفت. بالإضافة إلى ضغط عالي ونسبة جاز أويل ريشيو عالية للحصول على كمية كبيرة من الغاز ليتم ضخه فيما بعد. نأتي الآن إلى المضخات. بالنسبة للمضخات بصفة عامة، فيفضل استعمالها في الآبار البرية بمعنى اللاند أو الأونشور، وأيضا الآبار منخفضة التكاليف من ناحية الورك أوفر، والمواقع النظيفة عندما تنتج من الآبار، والآبار منخفضة جاز أويل ريشيو، وذلك لأن المضخات لا يتماشى معها نسبة الجاز أويل ريشيو العالية. نأتي الآن إلى الحالات التي يفضل استعمال الإلكتريك سبمرسيبل بامب فيها. أولا، قيمة معدل الإنتاج العالية بالإضافة إلى قيمة ضغط الخزان عالية وقيمة الإنتاجية عالية، بمعنى هذه الظروف الثلاثة الرئيسية بالإضافة إلى هذه الظروف التي تتماشى مع الـ ESP. نأتي الآن إلى أفضل استعمال للهيدروك بيستون بامب والهيدروك جيت بامب بالإضافة إلى الرود بامب. طبعا عندما يكون معدل الإنتاج منخفض أو ضغط الإنتاج منخفض بالإضافة إلى معدل التدفق منخفض، وذلك لأن هذه المضخات يتماشى معها معدلات الإنتاج المنخفضة والظروف المنخفضة العادية. نأتي الآن إلى ملخص باختصار. عندما يكون لدينا بئر بحري، فمن الطبيعي أن يكون عميق، لهذا نستعمل طريقة الجاز ليفت، وذلك لأنها أفضل طرق من ناحية الصيانة والإنزال والرفع، في حين أن جميع الطرق الأخرى تحتاج إلى حفارات ورفيعات للصيانة، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة التكاليف وخصوصا في البيئة البحرية. بمعنى أنه في البيئة البحرية يفضل استعمال طريقة الجاز ليفت إلا في حالة واحدة فقط، وهي أن تكون المنصة من النوع المالتي برانش، بمعنى أن تحتوي على العديد من الآبار المحفورة من بئر رئيسي واحد، وخصوصا عندما يكون أحد هذه الآبار بعيد جدا عن المنصة لمسافة تصل إلى 30 أو 40 كيلومتر، وبالتالي فإن طريقة الجاز ليفت سوف تكون محدودة جدا في هذه الحالة، وذلك نتيجة للمسافة البعيدة جدا. لهذا يتم استعمال مضخة غطسة كهربائية من نوع الكتريكال سبمرسيبل بومب، حتى لو كانت التكلفة عالية من ناحية الورك اوفر والصيانة، ولكن هذا هو الخيار الوحيد المتاح.
وبالنسبة للإلكتريك سبميرسبل بومب، فيفضل استعماله في الآبار البرية العميقة ذات الإنتاجية العالية والتي لا تحتوي على رمل أو غاز، وخصوصا الغاز قد يسبب مشاكل للإلكتريكال سبميرسبل بومب. ثالثا، إذا كان لدينا بئر إنتاجيته ضعيفة وليس عميق، بمعنى أن العمق يتراوح ما بين 1000 فيت إلى 5000 فيت، فلدينا خيارا إما البيم بومب أو الهيدروليك بومب. فإذا كان هناك موقع تنتج من الخزان، فإن الأفضل هو البيم بومب، وذلك لأنها أقل تكلفة بالإضافة إلى أنها مقاومة للبيئة المسببة للتآكل. وأخيرا، في الآبار البرية التي تنتج رمال أو غاز أو موقع عالية اللزوجة، تستعمل البي سي بي وهي البروجريسنج كافيتي بومب. والجدول التالي يوضح مقارنة بين العديد من النواحي فيما يتعلق بطرق الرفع الصناعي. هذا الجدول يوضح مقارنة ما بين طريقة الساجورد بامب والهيدروليك بامب والإلكتريكال سبمرزبل بامب بالإضافة إلى الجاز ليفت. نبدأ أولا بالمشاكل. لدينا مشكلة السند. بالنسبة للساجورد بامب فإنها تعتبر مقبولة من ناحية الرمال، ولكن الهيدروليك بيستون بامب تعتبر ضعيفة نوعا ما بالإضافة إلى الإس بي، وتعتبر أيضا ضعيفة من ناحية الرمال، ولكن الجاز ليفت تعتبر الأفضل من ناحية الرمال. وبالنسبة للبرافين فإن الساجورود بامب تعتبر ضعيفة جدا، وذلك لحدوث انسدادات في المضخة الغطس الصغيرة الخاصة بالساجورود بامب. وبالنسبة للهيدروليك بامب فإنها تكون جيدة، وذلك لأن البرافين لا يؤثر على الجت أو البيستون. وبالنسبة للإي إس بي فإنه يكون جيد، وبالنسبة للجاز ليفت فإنه يكون بور، وذلك لأن البرافين يعتبر ثقيل جدا، لهذا فإن الجاز ليفت لا يستطيع إخراجه إلى السطح. نأتي الآن إلى الهاي جاز أويل ريشيو، وهي نسبة إنتاج الغاز العالية مقارنة بإنتاج النفط. بالنسبة لكل من الساجورود بامب والهيدروليك بامب والإي إس بي فإنها تعتبر مقبولة نوعا ما، ولكن عندما تكون عالية جدا جدا فإنها تعتبر غير مقبولة. وبالنسبة للجاز ليفت فإنها تعتبر ممتازة، وذلك لأن طريقة الجاز ليفت أساسا تحتاج إلى جاز أويل ريشيو عالية، وذلك للحصول على كمية من الغاز ليتم ضخها مرة أخرى بداخل البئر. بالإضافة إلى الكروكيت هول، وهي الحفر التي تعاني من عدم تماسك الصخور الخاصة بها. بالنسبة لطريقة الساجرود فإن تعتبر مقبولة نوعا ما، وذلك لأن هذه الحفر تحتوي على نسبة عالية من الرمال مما يؤدي إلى حدوث مشاكل. وبالنسبة للهيدروليك بومب والكاس ليفت فإنها لا تسك... فإن نسبة الرمال لا تشكل مشاكل، وذلك لأنها لا يوجد أي أجزاء متحركة. وبالنسبة للإي إس بي فإنها تعتبر مقبولة نوعا ما. وبالنسبة للتآكل، وثانيا لدينا الكوروجن وهو التآكل. بالنسبة لكل من الساجرود بامب والهيدروليك بامب فإنها تعتبر مقاومة للتآكل، ولكن بالنسبة للإي إس بي والجاز ليفت فإنها تعتبر ضعيفة من ناحية التآكل. نأتي الآن إلى إسكيل، وهي عبارة عن ترسبات ناتجة من الأملاح المصاحبة للمياه المنتجة والتي قد تسبب في انسداد التيوبينج. بالنسبة للساجرود بامب والهيدروليك بامب فإنها تعتبر جيدة ومقبولة من هذه الناحية، ولكن في الاس بي تعتبر ضعيفة، والجاز ليفت تعتبر مقبولة نوعا ما. نأتي الآن إلى نسبة الإنتاج العالية. بالنسبة للساجرود بامب والهيدروليك بامب فإنها غير مصممة للتعامل مع معادلات الإنتاج العالية، ولكن في الاس بي والجاز ليفت فإنها مصممة للتعامل مع معادلات الإنتاج العالية. نأتي الآن إلى العمق. بالنسبة للساجرود بامب فإنها تعاني من مشاكل في الأعماق الكبيرة، ولكن طريقة الهيدروليك وخصوصا الجيت بامب مناسبة للأعماق الكبيرة، وأيضا طريقة الإي إس بي والجاز ليفت. نأتي الآن إلى السيمبل ديزاين وهو التصميم البسيط. بالنسبة للساجرود بامب فإن تعتبر من التصميم بسيط، ولكن الهيدروليك تصميمه معقد، الإي إس بي تصميمه بسيط، الجاز ليفت تصميمه معقد، وذلك لأنه يحتاج إلى العديد من الحسابات. نأتي الآن إلى الكاسينج سايز وهو حجم الكاسينج. في أغلب طرق الأرتفيشال ليفت لا يعتبر حجم الكاسينج ذو مشكلة كبيرة. وأخيرا الفلكسبيليتي، وهي قدرة تغيير ظروف الإنتاج مع تغير ظروف الريزرفوار، وتعتبر مقبولة نوعا ما لجميع الطرق. وهذا الجدول يوضح مقارنة بين الرود بامب والبروجريسنج كافيتي بامب والجاز ليفت والبلانشر ليفت والهيدروليك بيستون بامب والهيدروليك جيت بامب بالإضافة لإي إس بي من ناحية العمق ونسبة الإنتاج، بالإضافة إلى درجة حرارة الكمية، بالإضافة لدرجة حرارة الإنتاج والتعامل مع الكروجن والجاز هاندلنج، وهو التعامل مع الغاز والتعامل مع المواد الصلبة وسبيسفيك جرافيتي والخدمات الخاصة بالحفارة، بالإضافة إلى طريقة التشغيل المبدئية وهي تشمل نوعية الطاقة سواء كانت طاقة كهربائية وطاقة حركية وطاقة ميكانيكية، بالإضافة إلى إمكانية استعمالها في الأوفشور، وأخيرا الكفاءة الخاصة بالنظام كما واضح أمامكم. وهكذا نصل إلى نهاية محاضرتنا اليوم. شكرا لكم حسن استماعكم، ونلتقي في المحاضرة التالية بإذن الله، والتي سوف تكون خاصة
بطريقة الـ ESP وهي Electrical Submersible Pump، والتي سوف نقوم بدراستها بالتفصيل. شكرك محسن استماعكم، ونلتقي في المحاضرة الثانية بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.